حبيبي طلب الطلبات صف اعدادي، اهلا بيكم مره تانية في الجزء الاول من جرامر الوحده تا، واللي بيتكلم لي عن الصفات ومقارنه الصفات. طبعا قبل ما نتكلم لازم نعرف ان عندنا ثلاث انواع من الصفات، في صفه قصيره وفي صفه طويله وفي صفه شاذه. تاني صفه بنقول عليها شورت، وصفه بنقول عليها لونج، وصفه بنقول عليها ريجولر. ريجولر يعني غير منتظمه، والثلاثه بيتعاملوا تعاملات مختلفه لما اجي اقارن بين الصفات. قبل اي حاجة لازم اعرف ان الصفة كلمة بوصف بيها الاسم، ده تعريف الصفة. It's a word that describes a noun، كلمة بوصف بيها الاسم او الضمير العائد على الاسم. يعني لما اجي اقول احمد الشورت يعني احمد قصير. لما اقول لك فين الصفة هنا هتقول لي شورت، مالها؟ قال لي بوصف بيها احمد. طب هلا از بيوتيفول يعني هلا جميلة. طب فين الصفة هنا؟ قال لي بيوتيفول بوصف بيها مين؟ هلا. لما اجي اقول رانا از جود، رانا از جود يعني البنت رانا دي جيده. لما اقول لك فين الصفه هتقول لي جود، مالها؟ قال لي بوصف بيها رانا. طيب يبقى اذا شورت بيوتيفول جود، ثلاث انواع من الصفات اللي احنا قلناهم. ادي صفه قصيره، طبعا هي مش قصيره عشان اسمها قصير، لا هي قصيره يعني مكون من مقطع واحد. طب بيوتيفول دي صفه ايه؟ صفه طويله فيها اكتر من مقطع. وعندنا جود دي صفه شاذه وهنشوف ليه بعد كده. يبقى اذا الصفه كلمه بوصف بيها اسم. تعال بقى نشوف ازاي بقارن بين الاثنين او مجموعه من الناس في الصفه. قال لي اول حاجه في حاله التساوي، يعني اذا كان اثنين متساويين مع بعض في الصفه، قال لي بحط الصفه دي بين از واز، يعني از صفه از. وقال لي ان از صفه از هنا معناها ان الاثنين متساويين، واز از معناها مثلها، والصفه بتيجي ما بينهم مجرده حبايبي بدون اي اضافات، يعني ما ينفعش ازود لها اي حاجه. وهنا بتتشابه الصفه القصيره مع الصفه الطويله مع الصفه الشاذه. يعني لما اجي اقول احمد از از تول از علي، يعني احمد طويل مثل علي، يبقى الاثنين في نفس الطول. طب لما اجي اقول يارا از از كيرفول از منى، يبقى يارا حريصه مثل منى. يبقى لاحظ ادي از واز، وهذا الصفه بدون اي اضافات. لما اجي اقول هاني از از جود از علي، يعني جيد مثل علي، يبقى لاحظ ادي از واز، وهذا الصفه. وادي الثلاث انواع من الصفات بيجوا بين از واز، مفيش اي فرق بينهم الثلاثه، بيجوا بدون اي اضافات. طب تعالى بقى في حاله الاختلاف. قال لي في حاله الاختلاف بيبدا يجي قبل از نوت، يعني نوت as صفة as. وعايزك تلاحظ حاجة ان ممكن يجي مكان as دي so، بس فين بس حبايبي؟ في النفي. يعني لما اجي اقول احمد، لو انا هنفي الجملة اللي فوق هقول احمد isn't as او so tall as علي. هقول لك هنا بقى اختلفوا، لان كده اصبح معناها احمد مش طويل مثل علي، يبقى معناها ان علي اطول من احمد، لان احمد مش من نفس طول علي، ومعناها ان احمد اقصر من مين يا حبايبي؟ اقصر من علي. طيب يبقى اذا انا عايز اعرف ان نوت بيجي وراها از صفه از، وهنا في الحاله دي ممكن احط سو مكان از طالما ده في النفي. طب قال لك في حاله الاختلاف الثانيه ان انا بقى بزود على الصفه القصيره الصفه القصيره، يعني اي ار احط لها اي ار، يبقى اذا اي ار تيجي مع الصفه القصيره. طيب او احط قبل الصفه الطويله، بحط قبل الصفه الطويله مور أو لس. والصفة الشاذة لازم أحفظها شكل ما هي. طب إيه هي الصفات الشاذة؟ هنقول إن جود هتلاقي تتحول لبيتر، وباد هتلاقي اتحولت لورس، وهتلاقي إن ميني وماتش تحولت لمور، وهتلاقي إن ليتل تحولت للس، وهتلاقي إن فار اتحولت لمين؟ لفرذر. قال لك في الحالات دي يبقى انا بقارن بين اثنين، خلي بالك انا بقارن بين اثنين، حطيت على الصفه اي ار، حطيت على الصفه الطويله حطيت قبلها مور اور ليس، وحطيت الصفات الشاذه بالمنظر ده لاني لازم احفظها شكل ما هي. قال لي اهم حاجه ان بعد ده كله هجيب كلمه ذان، تاني هجيب كلمه ذان. يبقى هنا الصفه القصيره اي ار ذان، الصفه الطويله مور اور ليس ذان، ودي الصفات الشاذه. يعني لما اجي اقول لك هاني از fat fatter fattest than علي، هتقول لي اه هنا بقارن بين اثنين، بين هاني وعلي، وعندي كمان كلمه مين؟ ذاني، باخد الصفه اللي فيها يا حبايبي اي ار. لما اجي اقول لك Arabic
يعني اللغة العربية is difficult, more difficult, ولا as difficult than English. هنا هتقول لي في ذان، يبقى انا بقارن بين العربي والانجليزي، يبقى لازم اجيب صفه اي ار. طب هنا difficult صفه ايه يا حبايبي؟ صفه طويله. قال لي لازم اجيب more، يبقى اذا هقول Arabic is more difficult than English. تاني Arabic is more difficult than English. يقول رامي is gooder, better, good than احمد، يعني افضل من احمد. طبعا هنا الناس هتشوف جود فيقول لك جود، ويقول لك لا طبعا ده صفه شاذه، فبالتالي هختار بيتر. يبقى اذا كنت بقارن بين اثنين بجيب صفه اي ار وراها كلمه ذان. طبعا في ناس هنا بتربط بذان، لكن طالما بقارن بين اثنين مش شرط وجود كلمه ذان، قال لي بجيب صفه اي ار. يعني لما يجي يقول لي which is، يقول لي في الاختيارات strong, stronger, or as strong, the line, or the wolf. يعني ايهما ايه يا حبايبي؟ ايهما اقوى، الاسد ولا الذئب؟ هنا انا بقارن بين الاسد والذئب، فبالتالي لازم اختار صفه ار، يبقى which is stronger. تاني which is stronger يعني ايهما اقوى. يبقى اذا لما بقارن بين اثنين بحط على الصفه اي ار لو كانت قصيره، بجيب مور او ليس لو كانت طويله، والصفات الشاذه لازم اكون حافظها، بس ده مرتبط بكلمه ذان، يعني بيجي وراهم ذان. طبعا في الاخطاء بيجيبها لي كالتالي، يعني يجي يقول لي هالة is as tall than منى. طبعا هنا في حالة ان احط لي خط تحت ذان، يبقى ذان دي لازم تتحول لمين يا حبايبي؟ لاز. ليه؟ لان اس صفة اس. طيب لو حطيت لك خط تحت اس طول، قال لي لا، يبقى لازم تتحول لمين يا حبايبي؟ لتولر. ليه؟ عشان تولر ذان. يبقى تاني هو بيجيبها لي كده as tall than، يبقى لو ما فيش خط تحت than يبقى لازم احول as tall لtaller عشان تيجي مع than. طب لو الخط تحت than يبقى as tall as، تاني as tall as. طيب الحاجه اللي هناخدها بقى لانها ممكن تيجي لي كده على الهامش، وهي المقارنه بين واحد ومجموعه. تاني المقارنه بين واحد ومجموعه، انا لو بقارن بين واحد ومجموعه قال لي بجيب ذا قبل الصفه خلاص، وبتتغير الصفات كالتالي. قال لي الصفة القصيرة بحط لها اي سي تي، والصفة الطويلة هخليها هنا، الصفة الطويلة بيجي قبلها موست او ليست. تاني بيجي قبلها موست او ليست. الصفات الشاذة اكيد هبقى احفظها، يعني من جود هلاقيها بيست، من باد هلاقيها ورست، من منو ماتش هلاقيها موست، من ليتل هلاقيها ليست، وكمان من فار هلاقيها فارثست. ادي الصفات الشاذة. يبقى انا لو شفت ذا بجيب صفة اي سي تي او موست او ليست، او الصفات الشاذة اللي انا حافظها. يعني لما يجي يقول لي Arabic اللغة العربية is ذا، ويقول لي في الاختيارات difficult بس ولا more difficult ولا most difficult language. طبعا هنا انا بقارن اللغه العربيه بكل اللغات. ثانيا ان جاب لي قبل الاقواس ذا، وطالما جاب لي ذا يبقى انا عايز صفه اي سي تي. طب الصفه دي طويله، يبقى اذا هقول the most difficult language. ثاني the most difficult language. لما اقول لك هاني is the tall taller tallest boy in the class. يعني هاني ده اطول ولد في الفصل، يبقى اذا انا بقارن هاني بكل الفصل، فبالتالي لازم اقول هاني is the tallest، يبقى ذا صفه اي اس تي. وكده يبقى انا لخصت الدنيا ازاي اقارن بين واحد والتاني متساويين في الصفه باستخدام اس صفه اس، او مش متساويين باستخدام not as صفه اس او صفه اي ار بكلمه ذان، او more or less مع ذان، او الصفات الشاذه.
وكمان ازاي اقارن بين واحد ومجموعه لما استخدم ذا وصفه اي اس تي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس فعله بسرعة, ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك بقية الحلقات وتوصلك المراجعة النهائية ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.